السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. كركوك ماضي الخلافات ينذر بالأزمات، والمحكمة الاتحادية تسحب فتيل المواجهة. الحوادث المرورية صفة التلازم مع زيارة الأربعينية، رسائل الالتزام واتباع التعليمات. حياكم الله. ما تزال كركوك مدينة التنوع القديم والصراع المستدام، تحجز لها أطراف النزاع والنفوذ تذكرة الاضطراب وتحريك مؤشرات الاستقرار. فالصراع كما يبدو أنه ليس مختزلا بالمقر المتقدم للقوات المشتركة، إنما يتعداه لمحاولات السيطرة والتمدد على باقي مساحات المحافظة. ورغم وصول الحال للصدام المباشر وحظر التجوال، لكن قرار المحكمة الاتحادية اللي أصدرت أحكامها الولائية بإيقاف قرار تسليم المقر المتقدم كما يبدو كان العامل الأساس في تهدئة الأوضاع نسبيا، على أمل أن تستغل أطراف الخلاف هاي المساحة الزمنية وتأخذ بدعوات الحوار كمسار يجنب الاقتتال. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، لا تزال الحوادث المرورية تحصد بلا هواده أرواح الزائرين السالكين طرق الوصول لمدينة كربلاء المقدسة. فحوادث السير سمة ملازمة لزيارة الأربعين منذ سنوات، وازدادت عدد هذا العام ازدادت عددا وباختلاف الأسباب وتقاطع مسببات التقصير بين جهات توقع اللوم على السائقين وأخرى على الدوائر المختصة بتأثيث الطرق بكامل مستلزماتها الخاصة بالسلامة والأمان وبما يؤهلها لاستيعاب زيادة المركبات. تحصد هذه الحوادث الأرواح تلو الأرواح، وهما يحتم بطبيعة الحال جهود مضاعفة تتلائم وحجم الخسائر الناتجة من هاي الطرق الخطرة. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا هذه الليلة، فتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحباب هذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور حيدر البرزنشي رئيس مركز المال للحوار، حياك الله دكتور حيدر، وكذلك ينضم معي عبر سكايب الأستاذ وفاء محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. دكتور حيدر، لماذا وصل الحال في كركوك حد الانفجار والصدام؟ من المسؤول عن هذه الأحداث برأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك أستاذ أحمد ولقناتكم ولضيفك. واقعاً هو من المسؤول بصراحة يعني وبتجرد أنه الإخوان في الديمقراطي الكردستاني استعجلوا كثيرا في قراراتهم وفي إصرارهم على استلام هذا المقر، وتحديدا المقر العمليات المتقدم، باعتبار أنه هذا المقر طبعا هو من الناحية القانونية لا يمتلك الإخوان في الديمقراطي شرعية قانونية في امتلاك هذا المقر. والاتفاق السياسي اللي تم هو عودة النشاط للأحزاب الكردستانية في محافظات أربعة، وأمر طبيعي كون الإخوان منتظمين سياسيين ومن حقهم أن يمارسوا التنظيم السياسي أو النشاط السياسي في محافظة كركوك، وبدليل أنه التزم السيد رئيس الوزراء بتنفيذ منهاج وبرنامج الحكومي مع المؤسسة التشريعية التي صوتت عليه، وعاد مجموعة أو عادت مجموعة من المقرات المستأجرة التي تعود ملكيتها للديمقراطي في كركوك، وسلمها في ذلك الوقت السيد وزير الداخلية الشمري وكذلك السيد مستشار الأمن القومي. لكن إصرار الإخوان على هذا المقر المتقدم، وهناك صورة ذهنية سوداوية من قبل أهالي كركوك سواء لا سيما التركمان والعرب، جعلت الناس تخرج بتظاهرة وتعبر عن رأيها للأسف الشديد بدفع، يعني هسه ما أقول بدفع، خرجت مجاميع أخرى من تنظيمات الديمقراطي في تلك المحافظة، اشتبكت مع
المتظاهرين هناك، وشاهدنا وشاهد الجميع حرق السيارات. يعني هذا التلاعب بإعدادات الأمن في المحافظة، والخطر كبير في تغيير ديموغرافية المكونات وجعلها في صدام حاد، مما جعل سيد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات حازمة وجازمة وسريعة بإفادة السيد فريق الأول الركن يار الله إلى هناك رئيس أركان الجيش، وإعلان حالة حقيقة عدم التجوال، ونزع فتيل الأزمة الحمد لله. لكن بالجانب الآخر نرى أن هناك تحشيدات من أربيل تتواصل إلى ألطون كوبري. طيب، مع عدا الإعلام. خلينا نذهب دكتور حيدر إلى الجانب الآخر. ما تفضلت دكتور وفاء، حياك الله مجددا. من يقصد زعيم الحزب الديمقراطي السيد مسعود بارزاني بقوله أن سفك دماء كركوك سيكون ثمنه باهظ؟ من سيدفع هذا الثمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة حضرتك ولضيفك الكريم حياك الله. طبعا بداية تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الطاهرة اللي بالأمس سالت دماءهم غدر على أرض كركوك، وهناك أيضا 15 جريح، وهناك أيضا 40 معتقل من بعض القوات الأمنية. يعني واجهت التظاهر المكون الكردي اللي كانوا عزل واجهوهم بالرصاص الحي وبالطاقات النارية العشوائية مع الأسف الشديد، بحيث أن تظاهر المكون الكردي كانوا مطالبة بفتح الطريق، ولكن تظاهرات المكون، أنا ما أقول المكون العربي والتركماني، لأن أنا متأكد المكون التركماني والعربي بعيدين عن هذه التظاهر. أكيد هناك ناس يعني من خارج كركوك مأجورين وتابعين لأحزاب سياسية أتوا لقطع الطريق وضرب عرض الحائط قرار رئيس الوزراء بتسلم مقر المتقدم للحزب الديمقراطي الكردستاني. أما ما نتكلم بأن هذا المقر قانونية غير عائدة للديمقراطي، هناك 31 ألف مقر قانونيا غير عائدة لأي أحد. جميع مقرات الحزب البعث الطاغية المنتهية ولايته، الحزبية والأمنية والإدارية والعسكرية، كلها مستولى عليها 31 ألف مقر، من البصرة إلى يعني إلى حتى إلى الزاقو. إن كان هناك قرار بأن تعود عائدة هذه ملكية المقر للدولة، يجب أن ينطبق على الجميع. نعم أنا مع هذا، يعني يجب أن يكون قانون جميع هذه المقرات تابعة للدولة وأن ترجع إلى الأصل، بس مو يقولون بس المقر ما ديمقراطي، هاي قانونيا نحن ما نسمح. أما بالنسبة لسؤالك، نعم أكيد عندما هناك تسال دماء طائرة من أجل قضية حقيقية، يعني هذه دماء، نحن أولا نطالب الادعاء العام، وسيكون هناك دعاوي مقدمة من الذي أطلق النار ولماذا استخدم الرصاص الحي ضد ظاهرين عندك. أكيد سيكون هناك إجراءات قانونية، والقصد هو الإجراءات القانونية ضد هؤلاء القوات الأمنية اللي تعاملوا بإنحياز تام ضد المكون الكردي، ولكنهم تعاملوا بإيجابية وبروحية أخوية مع المتظاهرين اللي قطعوا الطريق. وحتى يعني شوف أستاذي العزيز، إحنا في هذا الأسبوع كان قرار من السيد شيرمان برزاني بإرسال أكثر من 100 حافلة، يعني باص كبير، بإرسال الزوار الكرام من الحدود إلى كربلاء على حساب الإقليم. وفي ذلك الوقت تم إرسال سيارات إسعاف، ولكن حتى الأخوة ضربوا سيارات الإسعاف بالحصي وتم التعدي عليهم. يا أخي سيارات إسعاف بعدية انجزت كربلاء والنجف حتى يعاون الزوار، حتى هذول ما طلعوا صار من بين ايديهم. طيب استاذ احمد، يعني دكتور حيدر، يعني هسه كثير من التفاصيل يذكرها استاذ وفاء، اريد اتعلق عليها، وكذلك يعني أولا إشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية. نعم. اللي علق تسليم المقر، هل أنه فرصة زمنية لجميع الأطراف في كركوك وخارج كركوك ودعوة للحوار؟ طبعا تحية إجلال واحترام وتقدير للقضاء العراقي وللسيد رئيس المحكمة الاتحادية حقيقة، اللي هم أنا أعتقد هم صمام أمان، وأعتقد كذلك وهم كذلك أنهم يحاولون الحفاظ على التوازن السياسي وعلى النظام السياسي
من أن يتنمر أي جهة سياسية أو تحاول أن تسيطر بالقوة. ما ذكره السيد وفاء حقيقة فيه مغالطات كثيرة وكبيرة، يعني حقيقة نتأسف كثيرا على الدماء التي سالت، ونترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. لكن شاهدنا وشاهد ملايين العراقيين أن هناك أسلحة استخدمت من قبل المتظاهرين اللي كما وصفهم السيد وفاء متظاهريهم، بمعنى هم تابعين للديمقراطي. وأنا ما أعترض على التظاهر المقابل، طبيعي 7 أيام والتظاهرات مستمرة والطريق مفتوح، أكو طريق يعني طريق جانبي تذهب وتمضي، الناس يأتون ويذهبون إلى أربيل، ما أكو مشكلة. أما إرسال الطريق مسموح لبعض اللي هم يريدوا فقط. أما إرسال السيد نيتشيرفان بارزاني 100 باص فمشكورا وجزاه الله خير، وهذا بلده وشعوره بالاهتمام بالزائرين اللي هم قادمين من دول أجنبية ومن الجارة إيران، وشكر الشيخ قيس الخزعلي هذه المبادرة بتغريدة واضحة، وكثير من القادة شكروا هذا الموقف. هذا ليست منه بصراحة، فلا تعيرنا بكرم وجود الإخوان، وهذه يعني هذا واحد. لا عفوا، فلا يوجد تعدي. أما اتهام المتظاهرين السلميين لمدة 7 أيام بأنهم متظاهرين من خارج المحافظة ووصفهم ونعتهم بهذه الأوصاف، هذه أيضا محاولة لهدم هذه التظاهرة، ومحاولة لدفع المكونات بالصدام. أنا أدعو حقيقة إلى عدم الخطابات التحريضية، وللأسف الشديد أيضا نعتب على الإخوان والقيادة الكردية بخطاباتها المتشنجة اللي مع الأسف هي ليست جديدة، كما وصفوا المحكمة الاتحادية بمحكمة الثورة وغيرها. أنا أقول هذه الأوصاف، هذه المفردات، هذه التصريحات تضر الإخوة في الديمقراطي قبل أن تضر غيرهم. طيب. ولا تؤدي إلى نتيجة إذا كان هنالك ضرر. أستاذ وفاء، إذا ما حكمت المحكمة الاتحادية ببطلان قرار الحكومة المركزية وأعادت مقر القوات المشتركة لبغداد، راح يتقبل الحزب الديمقراطي هذا القرار؟ هذا المقر هو مقر عائد من جديد للحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني إذا كانت جميع المقرات تم الاستيلاء عليها لمقرها، هذا المقر فقط الحزب الديمقراطي دفع حتى أموال، هي كانت أرض عائدة أعتقد ملكية أما لوزارة النقد ووزارة المالية. للمالية. يعني هذا المقر دقيقة هو مقر حزبي، مقر سياسي، مقر للنشاط السياسي. إنما الموضوع هو ما له علاقة بالمقر يا أستاذي. الموضوع ما له دعوة بالمقر، الموضوع له دعوة بعدم رجوع الحزب الديمقراطي. أستاذ وفاء، يعني هسه ماكو مقر للحزب الديمقراطي في كركوك؟ خلنا خلص. لا سؤال. انت حضرتك تقول ان ماكو مقر الان، ماكو مقر، ماكو كوادر حزبيه هناك، وفوق كل ذلك يعني اكو قرار المحكمه الاتحاديه. احنا مو حزب محظور، احنا هسه شنو، ما حد جاب قرار المحظور استاذ وفاء، ولكن اكو قرار المحكمه الاتحاديه. هذا القرار اذا كان يقضي ببطلان قرار الحكومه المركزيه واعاده المقر لبغداد، راح يتقبل الحزب الديمقراطي هذا الموضوع؟ هذا القرار ما راح ينفذ، هذا قرار اليوم هو قرار، هذا اللي نسالنا لحين حسب الدعوة، لأن ملكيته وحقيته يعود الديمقراطي. ما إن كان قرار غير منصف هذا يكون يعني مثل قرارات سابقة. ولا أتمنى أن لا يعتقد محكمة الاتحاد هذا القرار، ولكن يعتقد بأنه قرار وقتي، وسيعود هذا المقر عائدا وملكيته لحزب الديمقراطي الكردستاني. يا أخي العزيز، التخوف من عودة الديمقراطي بثقله الكبير السياسي، والتخوف من إجراء الانتخابات. طيب. وحظ الديمقراطي لمقاعد. طيب مهنا قبل ان ندخل موضوعات قبل موضوعات الانتخابات والوضع السياسي، نتحدث عن فقط هذه الاحداث. احداث يوم امس الدكتور حيدر ما توقفت بين بغداد واربيل، انما يعني اشعلت مقدمات صدام جديد بين الديمقراطي والاتحاد ايضا. بشكل صريح جدا طالبت السليماني رئيس الوزراء باستئصال مشكله كركوك من جذورها والحل بيد المركز والحكومه المحليه والجيش والحشد. كيف قرأت أربيل موقف شركتها السابقة، وكيف قرأت السليمانية هذا الموقف، وأيضا بغداد؟ التصريح الذي صدر من الإخوان في الاتحاد الوطني الكردستاني كان أنه ألا يكفيكم دماء، هذا معناه باللغة الكردية كان مكتوب، عندما تحاولون أن تزجوا بأبناء كركوك في حقيقة بالمواجهة والصدام، وبالنتيجة
تكون هناك دماء من أجل مقر، يعني هو مجرد مقر أرض ومبني عليها بناء، ممكن أن تعملوا مقر آخر، لماذا هذا الإصرار على هذا المقر؟ أنا أريد أوضح هنا، طبعا هناك تحشيدات أيضا حصلت في كويه بين الطرفين، ونسأل الله أن لا يحدث شيء في قادم الأيام، والتحشيدات التي حصلت أيضا في منطقة برديه، وهذه التصوير والإعلام الكردي الديمقراطي للأسف الشديد، البيشمركة يصلوا ويجوا، يعني ماذا تريدون؟ حرب؟ أتريدونها حربا؟ حربا مع من؟ ثم لماذا التخوف من الديمقراطي الكردستاني؟ الديمقراطي موجود في المؤسسة التشريعية وفي الحكومة التنفيذية وفي المؤسسة القضائية وموجود في كل دوائر الدولة وفي وزاراتها، من من يتخوفون؟ ثم من يتخوف من من؟ لماذا هذا التضليل على المجتمع؟ أنا أقول أنه الحقيقة أستاذ أحمد أمر ضروري، قضية قانون الأحزاب هناك دائرة مختصة في الأحزاب، لا يوجد مقر تابع للدولة، هاي عائديات طبعا أملاك النظام السابق عادت إلى الدولة، إما يكون مستأجرا من وزارة المالية أو الوزارة العائدة لها، وإما أن يكون حقيقة ملكا خاص للتوضيح. نعم. طيب الكركوك، ليش كل هذا الصراع حول الكركوك؟ يعني لحد الآن هي بالدستور من ضمن المناطق المتنازع عليها، وبنفس الوقت اللي وصلت إلى الأوضاع لكركوك لهذا المستوى، إذا ما وسعنا المشهد أستاذ وفاء، تركيا الطالب العراق بإخراج حزب العمال الكردستاني من المحافظة، وحضر تجوال أيضا في دير الزور، وحضر في كركوك، أكو ارتباطات بوحدة الساحات؟ ألو هو قضية محض صدفة؟ أولا التدخلات الإقليمية هي موجودة مو بس في كركوك، مع الأسف دائما عندما تكون الدولة سيادتها ضعيفة تزداد التدخلات الإقليمية، يعني إحنا عندنا إذا نحكي عن التدخلات الإقليمية لازم نحكي من الكويت ومن السعودية من الأردن لحد ما يوصل لإيران وتركيا، ولهذا مع الأسف الشديد المغامرات الطائشة والحروب والمغامرات الخاسرة اللي قام بها النظام الطاغي السابق هو أدى إلى أن يكون العراق في هذه المرتبة الضعيفة مع الأسف الشديد، وصار هاي التدخلات دي. إنما موضوع دير الزور والفككة طبعا هذا موضوع إقليمي، واليوم هاكان فيدان طالب بأن يعود الأمن والاستقرار، وأكيد هو يدافع عن الجبهة التركمانية، ولكن الأفضل أن نتكلم عن التعايش السلمي. في أي وقت سيكون في كركوك التعايش السلمي؟ ومتى سيحل مشاكل في كركوك؟ أكيد بعد تنفيذ المادة 140 دون الوصول لحل جذري. هو السنوات مضت من 2019 إلى الآن. أجيك أستاذ حيدر على التعايش السلمي، المادة 140 اللي الإخوان يعتبرون ميتة ويقولون هاي غلاغية، نحن كديمقراطي نطالب بحل هذه المادة، مادة 140 يعني تنفيذيا، وهذا ما يتخوف عليه جميع المكونات ما عدا الديمقراطي اللي لحد يعني المادة الدستورية ونافذة وريد أن ننفذها، وبدون الوصول لتنفيذ المادة 140 المشاكل راح تزداد يوم بعد يوم. هذا هو اعتقادنا نحن في كركوك مع الأسف الشديد. طيب ماكو موقف واضح دكتور حيدر من القيادات السنية تجاه محافظة كركوك، وهذا الأمر يعني مرصود ومشخص، ولا أكو تصريح بالصلاة قريبا في كركوك؟ شو دعوات الصلاة تصير بس بجرف الصخر؟ يعني مصلى جرف الصخر وكركوك أبدا يعني محرمة بها الصلاة، لو شنو الموضوع؟ لا الموضوع هو الخضوع والخنوع وحفاظا على المشروع الذي تباروا وتبانوا عليه. أنا قلت سابقا أنه التحالف اللي انفض ثلاثي ما زال قائما، مع الأسف الشديد هذه المواقف يعني بيانات خجولة، هم تدعو للتهدئة وتدعو للالتزام بالاتفاق السياسي، ولا أحد يتنصل من الاتفاق السياسي. يبدو أنه محافظة كركوك وعرب كركوك لا يهمهم، لا يهتمون بشأنه من قيادات السنية، وتستخدم موضوع الجرف والصخر وغيرها من المواضيع للمزايدات السياسية ليس أكثر، وبالتالي هناك مصلحة وهناك منفعة، وهذا ما هو واضح. يفترض على المجتمع للمكون السني الكريم أن يفهم هذه المواقف المتباينة الخجولة التي لا يستطيع هؤلاء أن يعبروا عن رأيهم خشية وخوفا من الديمقراطي الكردستاني للأسف الشديد. أريد أن أوضح كذلك، 6 سنوات كركوك متعايشة سلميا من 2016 إلى الآن، صار احتكاك بين الطوائف والمكونات؟ لا، فقط شيلوا ايدكم انتم يا عزيزي ولا تتدخلوا بسلبيه بهذه المحافظه،
وتعالوا مارسوا حياتكم السياسيه واتركوا الناس ان تعيش بسلم. يعني مو بالضروره يجب الاستحواذ. 2017 المكون الكردي مهمش. هذا شيء اخر، انتم جزء من 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 الدوله، جزء من من الحكومه. بتهميش المكون الكردي استاذ وفاء، يعني هل هو في كركوك مهمش؟ في المركز في الاقليم مهمش؟ دقيقه، حملات التحريم مستمره، السيطر على اراضي فلاحين الاكراد واللي عندهم التاف ايضا مستمر. طيب رئيس وزراء موجود، تعالوا اشتكوا في كركوك الاكراد كلهم مطرودين. نعم، لا استقرار للمكون الكردي، هناك يعني تهميش واضح. يعني وبالقرار السياسي وفي المناصب السيادية والوزارات والحكومات المتعاقبة والتمثيل البرلماني. احنا احكي على كركوك، وجود هذا المحافظ الغير قانوني والغير شرعي هو ايضا احد اسباب المشاكل الموجودة في كركوك. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ وفاء محمد عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، حدثنا عبر سكايب من اربيل، والشكر موفور لحضرتك الدكتور حيدر البرزنتشي رئيس مركز انوان الحوار، ضيفا كريما في الاستوديو. نتواصل واياكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل، نتابع. الحوادث المروريه صفه التلازم مع زياره الاربعينيه، رسائل الالتزام واتباع التعليمات. حياكم الله مجددا، اجدد ترحابي بحضراتكم مشاهدي الاحبه في ملفي الثاني. استضيف الاستاذ نبيل الصفار المتحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان، ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا ومرحبا بك يا استاذ نبيل. هاي السنه ايش قد عدد الطرق الجديده اللي تؤدي الى كربلاء المقدسه وايضا دخلت للعمل في هذه السنه؟ نعم، تحيه طيبه لحضرتك استاذ احمد والى جميع مشاهدي قناتكم الكرام. حياك. حقيقة أنتجت توجيهات دولة رئيس الوزراء هذه السنة على إنشاء الكثير من الطرق الخاصة بمحافظة كربلاء المقدسة، لعل أهمها هو طريق كربلاء الجديد اللي راح يختصر المسافة إلى حوالي 67 كيلومتر. هذا الطريق طبعا هو كلفت به عدة جهات صراحة، يعني ابتداء من وزارة الداخلية، محافظة بغداد، محافظة بابل، ومحافظة كربلاء المقدسة، بالإضافة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اللي حاليا احنا أنجزنا هذا الطريق اللي يبدأ من جرف النصر وصولا إلى تقاطع طريق بغداد كربلاء، وأصبح جاهز يعني للخدمة حاليا. أيضا أنشأنا طريق الزائرين الخاص بالمسيب، من المسيب إلى كربلاء بطول 1750 كيلومتر. هذا أيضا شركة حمورابي أحد تشكيلات وزارتنا كانت مكلفة بإنجاز هذا الطريق وأيضا تم إنجازه. أيضا كان عندنا مجسر السكة اللي هو في بابل على طريق كربلاء، أيضا هذا جسر بطول 500 متر تم إنجازه، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يعني مهمة جدا، اللي هو عندنا مشروع كوت بدرة مهران اللي هو يعني على الحدود الإيرانية. هذا طريق ينقل حركة الزائرين الإيرانيين الداخلين إلى زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأيضا بعدة محاور، محور من المحاور يعني طريق النعمانية الشوملي، طريق بغداد الشوملي، والعمل أيضا جاري به بمراحل متقدمة جدا. هذا فيما يخص طبعا عمل وزارة الإعمار والإسكان في إنشاء هذه الحيوية المهمة، بالإضافة إلى الطرق الأخرى اللي تكلف بها المحافظات ضمن الحدود الإدارية الخاصة بها. أعداد زائري الأربعينية أستاذ نبيل سنويا آخذة بالتصاعد، سواء من داخل العراق أو من الضيوف والزائرين من خارج العراق. الطرق المؤدية لكربلاء من المحافظات وأيضا الطرق المتصلة مع المنافذ، أكو تنسيق بين وزارة الإعمار والمحافظات لتحديد أولويات الطرق،
اللي هي بحاجة لإصلاحات وإنشاء مسارات جديدة للتخفيف من هاي الحوادث؟ نعم صحيح، وذكرت لك يعني حقيقة هناك تنسيق بيننا وبين المحافظات، وخاصة يعني فيما يتعلق بالمشروع الأخير اللي أنجز ضمن فترة قياسية طبعا كلش قصيرة، من خلال تعاوننا ويا محافظة كربلاء المقدسة ومحافظة بابل، بالإضافة إلى وزارة الداخلية اللي يعني أمنوا الطريق بشكل كامل. تعرف يعني بالسابق حقيقة ما كان عندنا يعني مثل هيك مشاريع حيوية استراتيجية، لكن يعني حاليا دا نشهد حملة إعمار في مجال الطرق على كافة الأصعدة، وبالخصوص يعني فيما يتعلق بهذه الزيارة الأربعينية. يعني احنا وزارتنا أنجزت هذه الطرق قلت لك وأصبحت جاهزة، بالإضافة طبعا إلى الخدمات اللي تقدمها وزارة سنويا من ناحية توفير الآليات لنقل الزوار، توفير الحوضيات لغرض تزويد الزوار بالماء، إضافة إلى هناك بعض الآليات يعني بال 300 آلية أيضا مكلفة بتقديم مختلف أنواع الخدمات الخاصة به. فهو حقيقة استنفار، يعني وزارتنا تشهد استنفار حالها حال باقي الجهات القطاعية الأخرى لغرض تأمين أفضل خدمة للزوار. طيب التأثيث الطريق، وأحيانا يعني الطرق سالكة وصالحة الاستخدام، لكن أكو مشكلة بقضية تأثيث الطريق، لا علامات تحذيرية ولا علامات إرشادية، لا سياج أمني، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه يعني الإعياء أو التعب اللي يصيب بعض السائقين، والطريق ما مهيئ لهذا الغرض، وتكون هنالك دلالات وإشارات واضحة. لا حقيقة احنا يعني الطريق بغداد كربلاء الجديد اللي تم يعني إكماله، لا هذا طريق يعني إن شاء الله راح يكون طريق مؤثث وبعلامات مرورية، بالإضافة إلى التخطيط. احنا إذا حكينا بصورة عامة على الطرق الخارجية، نعم الطرق بين المنافذ والطرق المؤدية إلى كربلاء، نعم أيضا هي مشمولة بهذا هي الموضوع، هي تحتاج إلى يعني تأثير. تدري الطريق يعني هو من ينجز أكيد هناك مراحل يعني أخرى تعقب إنجاز هذه الطرق. فيما يتعلق بالوزارة فهي تقوم بإنشاء الطرق حاليا لغرض معالجة هذا الموضوع. صراحة يعني الحكومة انتبهت أيضا لهذا الموضوع، وتم تشكيل مديرية خاصة اسمها مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية. هذه راح تأخذ على عاتقها تأثيث كافة الطرق اللي موجودة، سواء الطرق الخارجية أو الطرق الداخلية، وأيضا تم نقل كافة المنتسبين الذين يعملون في دوائر الطرق ومديريات البلديات، واستحداث وحدات في كل المحافظات لغرض إنشاء مثل هذه العلامات المرورية، واللي هي طبعا تكون يعني مكملة لموضوع الطرق، وهي ضرورية جدا لهذا الموضوع، يعني حفاظا على أرواح الناس وأرواح السائقين. رغم أنه إحنا الكثير حقيقة من الطرق اللي كنا نسمع عنها بالسابق يعني ما تعرف به طرق الموت، حاليا يعني يجري العمل بها، وان شاء الله يعني هناك بعض المشاريع اللي ذكرت لك اياها يعني قسم منها انجز، والقسم الاخر ان شاء الله سينجز وفق الخطه الزمنيه الموضوعه لها، يعني نهايه عام 2023 او بدايه عام 2024. طيب بالنسبه لخطه التفويج العكسي استاذ نبيل، لو تكلمنا عنها اللي يمكن راح تكون هي من اصعب الخطط، اعداد مليونيه وتخرج من مدينة كربلاء المقدسة بوقت واحد، كيف هي الخطط والإجراءات الموضوعة من قبل وزارتنا؟ احنا صراحة وزارتنا يعني خصصت 160 سيارة لهذا الغرض، يعني هم بدأوا بأعمالهم من الأسبوع الماضي حقيقة يعني نقل الزائرين من وإلى محافظة كربلاء المقدسة، وهذا العمل أيضا قلت لك يجري هو بالتعاون مع المحافظة. يعني تقريبا الكثير من الآليات يعني بدأت بالعمل، وهي تقوم بهذا مجانا طبعا لكل الزوار. وهذا العمل احنا يعني دؤوبين على انه احنا في كل سنه يعني نخلي السيارات الخاصه بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامه في هذه الخدمه. طيب نتحدث عن الازدحامات اللي أصابت مدينة بغداد بالذات، يعني قرب بناية البنك المركزي هنالك حفريات وقطع للطريق، مقتربات جسر الطابقين أيضا شهدت زحامات مرورية كبيرة جدا، وبالتالي تقريبا شلل شبه تام للدوائر الحكومية وحركة السير في بغداد.
من هسه المرور مسؤول عن جانب، ولكن وزارتكم والجهات الساندة ما مسؤوليتها؟ نعم صحيح، هاي اللي ذكرتها حضرتك يعني هي من ضمن مشاريع الحزمة الأولى اللي تم إحالتها مؤخرا. يعني هناك جسر سيكون بمقتربات شارع أبي نواس من جهة بنك زها حديد باتجاه القادسية. هي احنا حقيقة إذا جينا يعني هي الازدحامات كواقع حال هي موجودة في بغداد، إذا ما ترك الموضوع يعني على وضع الحالي فأكيد ما راح نستفاد شيء، وراح يزيد قد يكون في المستقبل. صح هناك حركة عمل، هناك يعني تم ضغط الفترات الزمنية الخاصة بمختلف هذه المشاريع. المواطن البغدادي حاليا يمشي في بغداد يشوف بالفعل أكو هناك حركة إعمار، حركة إنشاء شوارع، حركة إنشاء مجسرات وأنفاق، وهذه يعني سابقا حقيقة احنا كنا نسمع عن هذه المشاريع لكن ما نشوفها على أرض الواقع. لكن كملف الحكومي ضمن برنامجه حط هذا الموضوع كأولوية صراحة. بالتأكيد يعني احنا نتأمل انه يعني مساعدة المواطنين في هذا الموضوع باعتبار انه هو المواطن شريك أساسي، وهو المشاريع هي بالدرجة الأساسية ستكون لخدمتهم. يعني ان شاء الله هناك شيء جديد في الأفق. يعني احنا خلال سنة ان شاء الله بعد ان يتم انجاز هذه المشاريع، وقلت لك ان احنا ما شهدنا اطلاق مثل هكذا عدد مشاريع، حتى احنا من طلقناهن صراحه ما طلقناهن كلهن كدفعه واحده، رغم انه احنا يعني نمتلك الامكانيه لاطلاق مثل هكذا مشاريع، لكن بدنا نطلقها بدنا نشوف بالتتابع. وحتى هناك مرحله ثانيه، يعني احنا وان نصل الى مراحل متقدمه ان شاء الله من هذه مشاريع الحزمه الاولى، ايضا هناك مشاريع حزمة ثانية وستشهد أيضا إنشاء جسور على نهر دجلة. هذا الموضوع حقيقة إحنا ما شهدنا قلت لك خلال السنوات السابقة إنشاء جسور ما بين الكرخ والرصافة، لذلك هو التضييق موجود قد يكون في بعض الشوارع، لكن لا يوجد هناك قطع تام حقيقة. يعني إحنا الشركات اللي تنفذ العمل يعني مطالبة بأن تجد طرق بديلة قبل التنفيذ أي مشروع. حتى مثلا إذا تلاحظ على طريق محمد القاسم هناك مجسرين، عندنا مجسر من الداخل باتجاه شارع فلسطين حي المهندسين، ومجسر من جميلة باتجاه شارع الجهاد في باب المعظم. هناك طرق يعني تم إنشائها قبل الشروع بعملية دقر الركائز، يعني الطرق سالكة في هذا المجال. حتى مشروع ساحتي عدن وصنعاء قد يكون هناك تضييق لبعض المسارات اللي موجودة، لكن قلت لك يعني هي أكيد فترة مؤقتة. يعني الحين فتح مراحل أخرى من العمل، يعني حتى من دي يصير العمل دي يصير بالتتابع، أنت تفتح جزء من العمل في منطقة معينة وبعدين تفتح الشارع وتنتقل إلى مرحلة أخرى وهكذا. يعني هو كل شيء يجري وفق ما مخطط له. طيب اسمح لي أستاذ نبيل أن أرحب بضيفي الكريم من كربلاء المقدسة العميدة الدكتور زياد القيسي مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، وكذلك السيد مدير مرور كربلاء المقدسة، ويحاورهم الزميل منتظر الأسدي مراسلنا من كربلاء. معك منتظر، للسيد العميد، الحوادث المرورية اللي أخذت صفة التلازم مع الزيارة الأربعينية رغم الموضوع قديم، لكن هذا العام بالذات الحوادث كثيرة وجسيمة وعلى امتداد الطرق الواصلة لكربلاء، شنو الأسباب اللي أدت إلى وصول أعداد هذه الحوادث؟ جنابك الكريم، أولا أنا العميد الدكتور زياد القيسي مدير إعلام مديرية المرور حياك الله سيادة العميد. السيد مدير المرور العام الحقوقي محمد التميمي. بالنسبة للحوادث المرورية كثرت في مراسيم الزيارة لأسباب عديدة، تتلخص هذه الأسباب بثلاث محاور. المحور الأول هو السائق وكذلك المركبة والطريق. راح يتحدث لنا أكثر عن هذا الموضوع السيد مدير المرور العام. السلام عليكم سيدي. السلام. ثلاث الأيام تسأل. نعم. عن الحوادث المرورية. تفضل. الحقيقة الحوادث المرورية اللي حصلت طبعا زيارة بهذا العدد الهائل، العدد الكبير، ورغم ضعف الإمكانيات اللي موجودة إلا أنه تم السيطرة على نسبة الحوادث اللي حصلت. أسفنا كبير على الضحايا اللي راحت بسبب الحوادث المرورية، أغلبها كان هو السرعة الفائقة وعدم الالتزام بأنظمة المرور اللي تتلخص
استخدام السيارة بشكل صحيح ومراعاة السلامة المرورية. لكن للأسف اللي ما لاحظنا أنه سرعة تفوق السرعة المقررة، إضافة إلى كون أغلب السائقين متعبين ما ماخذين الوقت الكافي للراحة، وهاي انعكست أسبابها حقيقة على المواطنين الضحايا اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية. لكن تم وضع خطة لتلافي هذه الحوادث، حيث تم وضع مفارز مكثفة في الشارع، خصوصا الشوارع الرئيسية على بعد مسافات كل 5 كيلو مفرزة، يتم استيقاف مؤقت للمركبة بحيث لا تتعدى حد السرعة المقررة من أجل تلافي هذه الحوادث. إضافة إلى هناك خطط أخرى تم استخدامها، هي متابعة مفارزنا لارتداء حزام الأمان وحمل إجازة السوق من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من هذه الحوادث المؤسفة. المواطن يتساءل، مديرية المرور العامة أين وصل مشروع الرادار والكاميرات التي ترصد المخالفات ورادارات السرعة؟ تفضل. الحقيقة هناك خطة مدروسة حول ربط جميع الشبكات هسه عندنا دراسة وشركات لغرض التعاقد حول موضوع الرادارات على الطرق الخارجية وكاميرات، وتم الاتفاق مع عدد من الشركات. إضافة إلى ذلك بتوجيه من معالي وزير الداخلية تم إنجاز مشروع فتح القواطع المرورية من أم قصر إلى طريبيل على مسافة 50 كيلو بين قاطع وآخر. هذه القواطع المرورية تشمل عجلات للمرور لرصد وتحرك بالاتجاهين للمخالفات المرورية ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى تواجد عجلة إسعاف فيها كافة الإسعافات الأولية لإنقاذ أرواح المواطنين على الطرق الخارجية، وكذلك عجلة إطفاء من أجل استخدامها في حالات حدوث حريق في المركبات أو الصهاريج على الشوارع العامة لتلافي الحوادث المرورية وإنقاذ أرواح المواطنين. اليوم مديرية المرور العامة تستنفر جميع كوادرها العاملة في مجال تنظيم السير والمرور، كذلك من مواقع التسجيل بالنسبة للمحافظات اللي انطتها عطلة. هل يوجد زخم حاليا في محافظة بغداد، وما هي الخطط التي وضعتها مديرية المرور للتخفيف من هذا الزخم؟ الحقيقة بالشق الأول، هو المحافظات اللي أمطت عطلة تم إيقاف العمل في مواقع التسجيل للأسباب. أولا لأن كون المصارف الحكومية متعطلة، وعلاقتنا مع المصارف الحكومية مع كتاب العدول مع وزارة العدل بالنسبة للقسام الشرعي، إجراءاتنا تعرف إجراءات مرتبطة ومتشابكة مع دوائر أخرى، فحتى تؤدي واجبها بشكل صحيح لابد أن يكون هناك دوام رسمي. أما بخصوص حركة السير والزخم المروري في بغداد، اليوم تم فتح عدد من الشوارع في مدينة بغداد، وقبل قليل تم التصريح عن هذا الموضوع. شارع الرابط بين منطقة الفضيلية، المشتل، بغداد جديدة، سريع الدورة، الشارع سالك سايدين ذهابا وإيابا من أجل تسهيل حركة السير والمرور باتجاه كربلاء المقدسة. وأيضا الخطة بنفس الهمة وبنفس الوتيرة وضعت في المحافظات الجنوبية اللي الآن بدأ يقل من عندها زخم الزائرين نحو كربلاء، هو إعداد الخطة الثانية، هي خطة عودة الزائرين إلى محافظاتهم وإلى دولهم. نسأل الله العلي العظيم كريم أن يصلهم سالمين إلى أهلهم موفقين وزيارتهم مقبولة إن شاء الله، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم. نعم أخي، إذن اليوم مديرية المرور العامة تعمل على قدم وساق لتنظيم حركة السير والمرور.
نعم. سيكون هنالك يوم غد ومتابعه من قبل السيد مدير المرور العام، سيكون هنالك اتجاه محافظة كربلاء المقدسة اللي هو من الطريق الحولي باتجاه جسر الفاضلية. هذا الطريق حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة تم إنشاءه حديثا، سوف يفتح يوم غد إن شاء الله صباحا. نعم. الشاخصة والأرضية وأصبح جاهز لسلكة من قبل سائقي المركبات، لكن مركبات الخصوصي فقط وليس مركبات الحمل. هذا الطريق مؤمن بشكل تام من القوات الأمنية وهم قيادة الفرقة 17 الجيش العراقي، ويساندهم أبطالنا بالحشد الشعبي. يوم غد إن شاء الله سوف يفتح هذا الطريق. نتمنى من المواطنين الكرام سائقين مركبات سلك هذا الطريق لتخفيف العبء على الطرق الأخرى. نعم. أشكرك شكرا جزيلا السيد العميد الدكتور زياد القيسي مدير علاقات وإعلام في مديرية المرور العامة، والشكر الموفور لجناب اللواء الحقوقي محمد التميمي مدير المرور العامة على هذه الإيضاحات وانضمامكم لنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من كربلاء المقدسة. أعود لحضرتك أستاذ نبيل. شكرا جزيلا. حياكم الله. عظم الله لنا ولكم. أجورا أجوركم. أستاذ نبيل، أشار السيد العميد والسيد اللواء إلى افتتاح الطريق الجديد، هسه ربما ما لحقنا عليه بأداء الزيارة هذا الطريق. ده هو هذا اللي ذكرت لك. ولكن بالتفويض العكسي كم راح يخدمنا ويوفر لنا خدمات للزائرين وفك الاختناقات المرورية. بالتأكيد يعني هذا هو اللي ذكرت لك إياه في بداية اللقاء، أنه هو هذا الطريق اللي كلفت به وزارتنا بالتعاون ويا محافظتي بابل وكربلاء المقدسة وبحماية وزارة الداخلية والأطراف المعنية الأخرى. هو هذا الطريق اللي تم إنجازه ضمن يعني ضمن وقت قياسي حقيقة قصير جدا، وسيتم افتتاحه يوم غد ان شاء الله، وسيكون سالك امام حركه الزائر. بالتاكيد هذا راح يخفف يعني العبء عن الزخم اللي يصير على طريق بغداد كربلاء الموجود حاليا. وهذا هو بالاضافه يعني الى الطرق الحوليه الاخرى اللي موجوده. بالتاكيد يعني عمليات التفويج اللي راح تكون ايضا راح تسلك هذا الـ الطريق او تخفف عن الطريق اللي موجود بالاساس، لان ذكر سياده العميد انه هذا راح يكون هو مخصص لمركبات الخصوص الصغيره حفاظا على هذا الطريق. فبالتاكيد هو يعني اي طريق ينشا يمكن احنا يعني قد ما نسوي طرق حقيقه لحجم الزائرين اللي موجود يعني هو يعني راح تستوعب هذه الاعداد الكبيره. لكن ان شاء الله يعني هذا يعتبر كبداية. أكيد يعني هناك خطط مستقبلية، الحكومة جادة في موضوع يعني إنشاء الطرق، وخاصة يعني الطرق المؤدية إلى هذه المحافظات المقدسة باعتبارها تشهد ملايين الزوار سنويا. فبالتأكيد يعني ماشيين بهذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نبيل الصفارة متحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، ضيفا كريما في الأستوديو. وشكري لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.